الحمد لله أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس، لأن فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من كانت أقواله شريعة وأفعاله طريقة وأحواله حقيقة. قالوا: حرام أن أحبك أكثر، هذا لأن قليل حبك أسكر. خبأت قلبي من سهامك، قال لي عند احتضاري: يحمد الحب السرى، ما في بني النجار مثلي عاشق، فرش الفؤاد لحر نعلك بيدرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد، من علمنا أن نعبد الله على علم، ومن علمنا أن نعبد الله على حب، ليكتمل سيرنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله أن بلغنا رمضان، ورمضان شهر يحبنا ونعشقه، ودائما أنت في قلق حتى تصل إلى من تحب. أرق على أرق ومثلي أرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. أهلا بحضراتكم في هذه الليلة المضيئة المنيرة المليئة بنفحات هذا الشهر الكريم من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي الذي يعقده المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. في هذه الليلة نتدارس معا كيف نحفظ اللسان، كيف نطلق الكلمة في الخير، كيف نصمت عن الشر. وفي هذه الليلة أسعد بصحبتي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، وصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ونحن على شاشة قناة النيل الثقافية نرحب بكل المشاهدين، ونسعد دائما بأن ننقل هذه الليالي المضيئة والمليئة بما يتسق مع النفس الإنسانية والطبيعة التي يريد لها الإسلام أن تستقيم في هذه الحياة. ونستفتح بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يتلو علينا من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى.
فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وليس بضارهم شيئا إلا بإذن وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. أهلا بحضراتكم في شهر القرآن حيث الزمن الشريف، وأهلا بحضراتكم في الرحاب الحسيني في مسجد مولانا الإمام الحسين حيث الجوار الشريف، ليكتسي كل شيء من هذا وذاك شرفا وعلوا ورفعة وسموقا. أسعدون بإقامتهم في مصر، فأصبحت مصر محروسة بهم. حب آل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حزن. هذه بشارات ونحن في الجوار الشريف. نعم، اسمحوا لي في هذه الليلة أن نستمع الآن وأن أقدم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ليحدثنا عن معنى الكلمة، عن قيمة الكلمة، كيف وجه الرسول، وكيف قرأنا في القرآن كيف ينطق الرجل بالكلمة وكيف يصمت، كيف تكون الكلمة في الخير كالنور، وكيف حينما تصل إلى الشر تصمت. لنستمع إلى صاحب الفضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الحق تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، عليه الصلاة والسلام. الإنسان يمكن أن نقول أنه عبارة عن نصفين: نصف ظاهر وهو اللسان، ونصف باطن غير ظاهر وهو القلب. واللسان يؤثر في القلب، والقلب يؤثر في اللسان. لذلك ورد أن المرأة بأصغريه، قلبه ولسانه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذا هو التأثير بين الظاهر والباطن، اللسان والقلب. إذن علينا أن نطهر الظاهر وهو اللسان، والباطن وهو القلب.
الذي يقر فيه الإيمان. لذلك حفظ اللسان واجب عن المحرم، واجب وليس فضيلة فقط، ده هو واجب. وأشد وجوبا في شهر رمضان، أي في الصيام. ويقول الحق تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد وصفان للملكين، رقيب بمعنى حفيظ يسجل ويكتب كل ما نقول، عتيد حاضر معنا لا يفارقنا. إذن علينا أن نتدبر ونفكر أولا قبل أن نقول أي شيء. ويقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نرى أن الله سبحانه وتعالى يدعونا ويوجب علينا أن نطهر الباطن ونطهر الظاهر، ونجد أنه سبحانه وتعالى قرن بين الشرك بالله وبين قول الزور. مشكلة كبيرة جدا، يعني الإنسان يفكر أكثر من مرة قبل أن ينطق بكلمة واحدة. وقول الزور في الأصل هو يعطي أو يحرم صاحب الحق حقه، يحرم صاحب الحق حقه، أي يعطي أو يضع الشيء في غير مكانه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبالتالي الإنسان الصائم إذا لم يلتزم بما أمر به الله سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في التزامه بكل ما يجب من أخلاق وصفات وهو صائم، إذن صيامه شكلا هو صائم ولكنه والله أعلم غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. والزور ليس فقط الميل عن الحق أو الكذب، ولكن الزور هو أي شيء يبعد عن طريق الحق. وأن الصيام مع قول الزور غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ولا فائدة من ترك الطعام والشراب. إذن ما الأعمال التي يتحقق فيها حفظ اللسان؟ إيه الحاجات اللي احنا نعملها علشان نحقق بها حفظ اللسان؟ أعمال كثيرة، منها ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله كما تعلمون حضراتكم
وكلنا الآن في ذكر الله سبحانه وتعالى وتحفنا الملائكة وكل الحضور إن شاء الله والمشاهدين وكل المخلصين إن شاء الله من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. تلاوة القرآن الكريم ذكر لله سبحانه وتعالى، الدعاء ذكر لله سبحانه وتعالى، الأذكار ذكر لله سبحانه وتعالى، وكل خير يقوله الإنسان أو يفعله فهو ذكر لله سبحانه وتعالى. كل حركة يفعلها الإنسان في حياته قاصدا بها وجه الله سبحانه وتعالى، أي قاصدا بها نفع نفسه ونفع غيره من المخلوقات، فهي ذكر لله سبحانه وتعالى وهي عبادة لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. طب أمال بقى نعمل إيه بقى لو إحنا ضحكناه فرحناه؟ والصدقة عبادة والعبادة ذكر. إذن كل كلمة نافعة خالصة لوجه الله تعالى ذكر. حتى التوجيهات الإدارية لأي مسؤول أو لأي مدير في العمل طالما أنها تحقق النفع والإخلاص فهي ذكر لله سبحانه وتعالى. يعني المسؤول أو المدير في الشغل لو هو يوجه من يعمل تحت رئاسته أو في إدارته إلى حسن العمل وإلى الالتزام والانضباط وإلى القيام بواجب العمل وواجب الناس وحقوقهم، إذن هذا كله ذكر لله سبحانه وتعالى. إذن كل حركة وكل قول يقوم به الإنسان قاصدا به الخير لنفسه ولغيره من المخلوقات فهو ذكر لله سبحانه وتعالى. ومن أعمال حفظ اللسان كذلك ترك الغيبة والنميمة والإفك والبهتان. والغيبة كما علمني أستاذي شيخنا الشيخ خالد رضي الله عنه ورضي الله عنكم ورضي الله عن الجميع وأرضاكم، هو ذكر عيوب الناس التي فيهم فعلا، هذه هي غيبة. أما البهتان هو ذكر الناس بعيوب ليست فيهم. والنميمة كما تعلمون هي الوقيعة بين الناس. إذن حفظ اللسان أن أبتعد تماما عن الغيبة والنميمة والإفك الكذب وكل صوره والبهتان. إذا تحقق ذلك إذن المجتمع يكون فيه وآمن وود وتراحم وتماسك وتعاطف كما أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حفظ اللسان كذلك معناه ضبط النفس، معناه إحكام التفكير، يعني ما أتسرعش في الكلام، معناه عدم الرعونة. واسمحوا لي
وسامحوني ان انا قلت هذه الكلمة عدم الرعونة، لان بسبب الرعونة قد يكون فيه طلاق وتتفكك الأسر. الأسرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى آية من الآيات التي تدل على كمال قدرته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الآية. إذن البذرة الأولى لبناء الأسرة جعلها الله سبحانه وتعالى آية لقدرته ومعجزته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. كذلك حفظ اللسان معناه عدم ترديد الشائعات. وقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. حفظ اللسان معناه أننا نتعود على توثيق الكلام، توثيق المعلومة، لا نتحدث بكل ما نسمع، خاصة وأن ثقافتنا والحضارة الإسلامية تقوم على التوثيق والرواية، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا إن كما علمني أستاذي تفيد الشك أحيانا، والمؤمن لا يقوم بما سأتلوه على حضراتكم، وجميعكم من المؤمنين الصالحين إن شاء الله، وكل من يشاهدنا ويسمعنا بأمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، صفة إيه؟ فاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني لابد أن أستوثق من المعلومة. حفظ اللسان معناه عدم تضييع الحقوق على أصحابها، كما يحدث هذا بشهادة الزور. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. حفظ اللسان يعني نشر لثقافة الصمت. حفظ اللسان معناه الصمت، إن أنا أكون ملتزم بالصمت. والصمت مترتب على الإيمان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والصمت غير السكوت. السكوت معناه السكوت المطلق عن الخير وعن الشر، أما الصمت فهو السكوت عن الباطل، عن كل ما يضر الناس أو عن كل ما يضر بالمخلوقات. حفظ اللسان معناه صون الأعراض. إيه ده مشكلة كبيرة قوي، ده احنا الأيام دي من خلال السوشيال ميديا والدنيا اللي بتحصل دي، ده احنا ناخد بالنا، احنا نقطة من أول السطر، ده احنا نقف وبعدين نتوب ونستغفر ربنا سبحانه وتعالى ونكثر من العمل الصالح، لأن من الممكن يكون إن احنا بدون ما نشعر يعني
انجرفنا في أي تيار لا يحقق صون الأعراض. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهذا في الحقيقة إذا حفظنا اللسان في هذا الأمر يمنع الفكر والثقافة الوافدة إلينا من الخارج التي جعلت من هذا وسيلة للشهرة والتكسب على كثير من مواقع التواصل الاجتماعي. حفظ اللسان يعني كما علمني أستاذي أن يحفظ الإنسان مكانته الاجتماعية وأهليته للشهادة. يعني الإنسان لما يحفظ لسانه ويفكر قبل أن يتحدث في أي شيء يبقى هو هنا بيحفظ مكانته الاجتماعية وبيحفظ أهليته حتى لا يكون فاقد الأهلية، يعني ليس له حق في عقد أي عقد، وليس له حق في الشهادة، وليس له أي حق في أن يدلي برأيه في أي شيء. يقول الحق تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الحقيقة هو مش أربع شهداء بس رجال، ده هم خمسة، يعني اللي افترى لازم يجيب أربعة، أصبح فيه خمس شهادات أو خمس آراء. حفظ اللسان يعني نشر السلام والود والتراحم في المجتمع بين الناس. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. حفظ اللسان معناه ألا يتكلم الإنسان في أي مجال لا يعرفه. حفظ اللسان بالتأكيد يحمينا في الدنيا ويدخلنا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ. وقد استدعى الإمام الغزالي وتحدث عن آفات اللسان وعن علاج هذه الآفات، وفتح لنا بوابة ملكية لأدخل بها إلى صاحب الفضيلة فضل الشيخ خالد الجندي، والذي سأقف قبالته الآن لأطرح عليه بعض الأسئلة. ونحن نتمثل في قلوبنا سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي كانت تحصى عدد كلماته إذا تكلم، وقد أوتي جوامع الكلم، فما دلالة سيدي أن يؤتى أو أن يأتي الله أو أن يهب الله سبحانه وتعالى لسيدنا جوامع الكلم، كلمات قليلة ولكن أقامت الدول والأمم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فليتفضل صاحب الفضيلة. شكر الله لك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه
هو الملك المعبود الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا جميعا في الأرض نسما، والذي استعمرنا فيها أجيالا وأمما، والذي قسم بيننا الرزق والقوت، فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وقائدنا وحجتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا، كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، رحم الله المتأخرين فقد ظلموا بفوات حظهم من الحديث بجودة المتقدمين، فإن مهمتي ثقيلة، فإن المتقدمين ما تركوا للمتأخرين مقالا. أخي العزيز الفاضل الأستاذ الدكتور يوسف عامر عمر الله قلبه بالتقى والإيمان، أفاد وأفاض، والحقيقة سأبدأ من حيث انتهى إجابة على سؤال أستاذنا الكريم حفظه الله وبارك الله فيه، أستاذ الإعلاميين الرجل الفاضل الكريم. والحقيقة الذي أريد أن ألفت النظر إليه، إلى أن عنوان الحديث الذي اجتمعنا من أجله والذي أشار إليه الدكتور يوسف باستفاضة هو حفظ اللسان. الكلمة يهيأ لي أنها تحتاج إلى تجلية وإلى إيضاح. ما معنى حفظ اللسان؟ حفظ اللسان أي التحكم فيه. لماذا؟ هل هناك خشية من هذا اللسان؟ نعم، فلا شيء يتفلت من عقل المرء مثل اللسان. اللسان أكثر الأعضاء تفلتا، لذلك اللسان تحت الحساب، تحت الحساب كده فتح كلام هيجي محبوس يوم القيامة. نعم، أيوة، اللسان ده هيجي يوم القيامة هيجي متكتف ومحطوط في قفص الاتهام. طب وبقية الجوارح؟ لا، بقية الجوارح ده بيتكلم وده بيشهد وده ممثل الادعاء، فين الكلام ده؟ اليوم نختم على، ما سمعتش، اليوم نختم على، يبقى الفم هيجي مقبوض عليه، اللسان هيجي مقبوض عليه محطوط في القفص، اليوم نختم على افواههم. انت مش هتيجي تصدعنا يوم القيامة كمان، اقعد ساكت بقى. يوم القيامة كله هيتكلم واللسان هو اللي هيسكت، كله هيتكلم واللسان هو اللي هيسكت. ليه؟ لان كل الجوارح اتورطت بسبب اللسان. ما من يوم، ما تصلوا على الحبيب، ما من يوم يصبح العبد فيه الا وتنادي الجوارح اللسان وتقول له اتق الله فنحن بك ومنك، فان اصلحت انصلحنا وان اعوججت اعوججنا. انت اللي هتودينا في داهيه او انت اللي هتودينا في المكان الطيب. يعني اللسان هو القائد للجوارح لهلاكها او لنجاتها يوم القيامة. لذلك المسألة محتاجة فعلا الى فهم. الكلام خطير جدا، الموضوع موضوع اكتر مما تتخيل. يعني انا هضرب لكم مثال عشان تقدروا تفهموني. هو انت بتتلقى المعلومة بايه؟ بودنك. بتتلقى المعلومة بودنك. اقولها كمان مرة لحسن، حاسس انها مفاجأة عند البعض. انت بتتلقى المعلومة بايه؟ بودنك. وبعد كده ودنك تتكرم مشكورة توصل المعلومة لمين؟ لمخك. لمخك، انا ارجو ذلك. وحد الله ولا اله الا الله. يبقى الودن بتستلم. عارف وقفت عند فران قبل كده، شفت الفران شغال ازاي؟ ده بيسلم ده وده بيسلم، اللي بيلقم زي اللي بيعجن، زي اللي ماسك المطرحة، زي اللي واقف قدام العين، كل واحد له شغلته. فالودن تستلم، تسلم لإيه؟ للمخ. المخ يكرر ويفكر ويكرر ويفكر وإيه؟
ويكرر ويفكر، ما سمعتش، وإيه كرر ويفكر ويبعت الرد عن طريق إيه؟ اللسان. يبقى واحد ودن، اتنين مخ، احنا مش واقفين في محل كبده، ما تسحولي شويه. واحد ودن واتنين مخ وتلاته لسان. الله العظيم فتحت شهيتنا، نفسي نتسحر دلوقتي، نقوم بينا يا جماعه. واحد الله الا الله. فالودن بتسلم المخ، المخ بيسلم البق. انما لو حصل اي خلل في المنظومه دي هتسمع العجب العجاب، هتسمع واحد مهبول بيقول كلام ما هوش فاهمه. يعني لو واحد اللسان ده لو اتكلم من غير تعليمات المخ هيقول كلام كله كلام فاضي، هاتش عندنا في الحته يقول لك هاتش، يعني كلام لا قيمه له. انما لو الكلام جاي من المخ هيطلع موزون على الشعره زي ما بيقولوا. يبقى اللسان بيتكلم نتيجه تعليمات المخ، انما لو اللسان انفلت بعيد عن تعليمات المخ هتسمع العجب. طب الودن، الودن وظيفتها تسمع وما تقررش، الودن بتبعت على المخ مباشره. يبقى الودن جهاز تلقي، صح؟ الودن جهاز ايه؟ ما سمعتش، جهاز ايه؟ انما اللسان جهاز ارسال، جهاز ايه؟ اوعى تخلط ما بين الاتنين لحسن نزعل من بعض. واحد جهاز تلقي والتاني جهاز ايه؟ ارسال. صليت على الهادي. القرآن الكريم اتكلم على المنافقين كلمة عجيبة الشكل، عكس الليلة دي كلها. قال لك انت عارف المنافق؟ ماله يا رب؟ قال لك مش زيك كده، انت راجل محترم. امال المنافق بيعمل ايه؟ المنافق حول اللسان لجهاز تلقي. ايه؟ ايوه، بيتلقى المعلومه بلسانه. ما شفتش؟ ده دمر الدنيا، لانه خد المعلومه بجهاز غير جهاز التلقي. جهاز التلقي بتاعنا هو ايه؟ الودن، الاذن. شوف الايه بتقول ايه على حادثه الافك؟ إذ تلقونه بايه؟ بألسنتكم. ما توحد الله مال. شوف الاعجاز القراني العجيب، يقول لك إذ تلقونه بألسنتكم. اهو الناس بتقراها مش واخدين بالهم من المشكله هنا فين. المشكله نحول اللسان لجهاز تلقي، وبالتالي بيتلقى المعلومه بلسانه. وطالما بيتلقى المعلومه بلسانه يبقى ما عدتش على ايه؟ على مخه. يبقى بيقول اللي مش فاهمه، بيقول اللي مش واعي ليه. علشان كده لسانهم طاوعهم انه يتكلم على امه، ام المؤمنين، عرض النبي الامين، الصديقه المصدقه، البريئه المبرئه، ستنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. تخيل حضرتك ربنا بيقول لهم انتم منكمش البعاد، يعني ما عندكمش مخ اصلا، اذ تلقونه بألسنتكم. طب ودي فيها ايه يعني؟ اهي قعدت فرفشه، اهو قعدت نعنشه، اهم كلمتين فك مجالك. لا 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 لا، انت بتستهتر بقعدة النعنشه والدروشه والدردشه اللي انت فيها اطلاقا. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به ايه؟ وتحسبونه وهو عند الله ايه؟ وحد الله لا اله الا الله. تخيل لما ربنا يقول لك ده موضوع كبير عندي، ده موضوع كبير، اوعى تقرب من الحته دي، اوعى تقول اللي انت مش فاهمه، اوعى تردد المعلومه اللي انت مش متاكد منها. دكتور يوسف اشار لنقطه خطيره جدا، بيقول لك ان الكذب مش انك تقول الحقائق المغلوطه بس، لا، انك تنقل شائعه من غير ما تتثبت منها. احنا مشكلتنا في مجتمعنا ايه؟ ترديد الشائعات. معاك موبايل؟ شير من غير ما يفكر. المعلومه دي اتقالت؟ الشيخ ده قال الكلمه دي ولا ما قالهاش؟ الصوره دي صح ولا مش صح؟ هي دي بقى. وتحسبونه هينا، اهو انا بشير الموبايل قصاد منكم اهو، وتحسبونه هينا علشان خليتوه جهاز تلقي وارسال. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا
أنا أجري على الله. هقول لكم التفسير الحديث لمعنى الآية، التفسير الحديث والمعاصر. التفسير الحديث والمعاصر يا عم الشيخ هو اللي ربنا قاله لك أهو، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنا عارف ومتأكد إن مش كلكم كنتم مركزين مع القارئ، البعض كان مركز والبعض سرحان. السرحان حساعده وفكره، واللي كان مركز حراجع معاه دلوقتي. انتوا كنتوا عارفين الشيخ كان بيقرا سوره ايه؟ المجادله، الشيخ الطاروتي الله يفتح عليه ويطول عمره، عن كان بيقرا في سوره المجادله عن ايه؟ عن حاجه خطيره جدا القران اعلن عليها الحرب. هي ايه؟ الوشواشه. الوشواشه اللي هو كلام في سرك. هقول لك معلومه، فيك من يكتم السر؟ تعالى وانا تخيل والله العظيم، هو الايات بتاع سوره المجادله، تخيل حضرتك، وربنا سبحانه وتعالى سماها لفظ القران مهذب للغايه، سماها ايه؟ بص الرقه، شوف الرقه بقى، سماها نجوى. اقول تاني، سماها نجوى، نون جيم واو الف مقصوره، نجوى. يعني ايه النجوى؟ يعني حاله الوشوشه ما بين الاثنين. النجوى ديت تطلق ايه على في عصرنا يا عم الشيخ؟ على ده، لان انا بتكلم وده على ودنك، يبقى انا كاني حاطط بقي في ودنك. يبقى انما النجوى هو حديث الهاتف، حديث الموبايل. انما النجوى اليوم طبعا ليس للحصر ولكن للتمثيل، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما شفتش. شفت ايه يا رب؟ قال ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. نهوا عن النجوى، طب تخيل حضرتك، يعني أصلا المفروض إن البني آدم يبقى عارف هل هذا النهي مطلق؟ لا، في إباحة. يعني النجوى الأصل فيها المنع، ثم طرأ عليها الإباحة. الإباحة المشروطة، قال لك هتوشوشوا بعض، أنا موافق بشرط تكون الوشوشة دي بالآتي، 1 2 3، ارجع للآية. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون، 1 بالاسم، 2 والعدوان، 3 ومعصية الرسول، 4 والجو التآمري، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، 5 ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. أعوذ بالله. عشان ايه؟ اروح في دهي عشان مكالمة؟ اروح في دهي عشان واحد جاي بيكلمني كلام وانا حضرتك باخد الكلام ان هو مسلم به من غير ما اعرف ان اخرتي مرهونة بالكلام اللي بيقوله؟ يقوم ينحت من حسناتي ومن حسناته ويوقعني معاه في جهنم؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيحذرك وبيقول يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان. والاسم مع يعني الذنب، العدوان الاعتداء على الاخرين، ومعصيه الرسول مخالفه السنه، مخالفه الدين. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون. انما النجوى من مين؟ هي الليله اللي لازم تعرفها دي. اي نجوى القران جمعها تحت مظله ابليس، انما النجوى من الشيطان. ليه؟ عشان يدخل الحزن لقلب الناس. اول ما اشوف احنا كنا 3 و2 بيوشوشوا بعض وانا واقف على جنب. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. القرآن وضع ضوابط شديدة علشان نكلم بعض وعشان تسمعني واسمعك. خد بالك من اللسان، اللسان ده أمره خطير. القرآن الكريم فيه 932 مرة جاب فعل قال، 932 في 815 آية في القرآن الكريم، عشان ينبهك لخطورة الكلمة، لخطورة اللسان. لما بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ، النبي بيسأله ألا أنبئك بسنام الأمر وبذروة سنامه وبعمود الأمر؟ قال بلى يا رسول الله، قل لي إيه أهم حاجة في الدنيا؟ قال قوام الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ألا أنبئك بملاك ذلك كله؟
كله بقى كله أجمع جمع ايه؟ يعني كلمة تحب يا معاذ اقول لك كلمة تجمع الجهاد وتجمع الاسلام وتجمع الايمان وتجمع الصلاة يعني تساويهم في الميزان. قال له قول لي ايه يا رسول الله؟ راح مطلع لسانه وقال له كف عليك هذا كف عليك هذا. سيدنا معاذ اتخض قال له هل يؤخذ الناس بما يقولون يا رسول الله؟ قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم. تصور حضرتك مجرد كل اعمالك الصالحة يوم كامل انت صايم وعمال تقرأ قرآن عمال تقرأ قرآن ختمت الجزء بتاعك النهاردة وصليت التراويح وصمت وعدت تقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وعمال تتصدق وبتاع مكالمة تليفون بعد الفطار تحرق كل ده تضيع كل ده. يبقى عملنا ايه؟ خد بالك من لسانك. اللسان ازمة كبيرة الانسان لازم ياخد باله منها. ده لو ما كانش الكلمة لها خطورتها ما كانش ربنا بيقول ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. من الذي قال ذلك إلا الله؟ كلمة خطيرة. لذلك أخي في الله أريد أن أنبهك لأمر خطير. أقسام الكلام كام؟ هقول لك بس عشان تعيش معايا في المشكلة عشان ما أعانيش منها لوحدي وتبقى أنت معايا فيها. أقسام الكلام كام؟ أربعة. ما هي أقسام الكلام؟ أربعة. عدد الأقسام الكلام كام؟ أربعة. واحد كلام كله خير يا رب اوعدنا يا رب حلو قوي. اتنين اعكسها كلام كله شر يا رب اكفينا الشر. التالت كلام اختلط فيه الخير بالشر كلام اختلط فيه ايه؟ الخير بالشر. تمام. كلام كله خير وكلام كله شر وكلام اختلط فيه الخير بايه؟ بالشر. طب والرابع؟ الرابع كلام لا فيه خير ولا فيه شر. صليت على الحبيب النبي يقول عليه الصلاة والسلام عشان كده اذا ما شئت في الدارين تسعد فاكثر من الصلاة على محمد. ما سمعتش؟ فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على صلى الله عليه وسلم. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على. وعند الموت ترى أمورا تسرك بالصلاة على. اللهم صل وسلم وبارك عليه. خدتلي بالك انت ولا ما خدتليش بالك انت؟ الكلام أربعة أصناف. الكلام أربعة أنواع. الكلام أربعة أنواع. الكلام أربع. ما سمعتش؟ الكلام أربع. الكلام أربع. الأولاني خير كله ربنا يجعلنا منه والتاني شر كله ربنا يكفينا شره والتالت اختلط فيه الخير بالشر هنتكلم فيه والرابع لا فيه خير ولا فيه شر. صح كده؟ ادي الأربعة. تعال نبص الخير كله دوت هو ده اللي جاء به القرآن وقولوا للناس حسنا. لذلك بقول لك كل آيات القرآن الكلمة السرية فيها كلمة قل. علشان كده آخر ثلاث سور في المصحف قل 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 هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس. اللسان الذي يذكر رب الناس لا يمكن أن يغتاب الناس. لابد أن تطهر لسانك بكثرة ذكرك لله. هو ده أول واحد قل. يبقى أول حاجة خير محض. طب والشر محض؟ مالناش دعوة بيه ربنا يكفينا شره. طب ده يعني ما مسموح؟ لا مش مسموح بيه. طب والتالت اللي اختلط بيه الخير والشر؟ يقول لك أرجوك اسكت الصمت أحسن. السكوت هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ما فيهاش حل. يبقى برضه يستغنى عنه. طب والتالت اسمه اللغو لام غين واو. لغو لغو يعني كلام لا يفيد لا في خير ولا في شر. الكلام اللي لا في خير ولا في شر ده اسمه اللغو. انا عاوزك تاخد بالك لما ربنا ينعم على اهل الجنة يبقى بيديهم اعلى درجات النعيم ولا لا؟ صح ولا كلامي غلط؟
يبقى كل النعيم في الجنة. انت سمعت عن نعيم الجنة؟ احكوا لي كده، تعرفوا عن نعيم الجنة ايه؟ فيها اعناب صح، فيها انهار ها، فيها ارائك ماشي، فيها لحم طير ايه، ايوه بقى اشتغل وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. في نعيم الناس مش واخده بالها منه، النعيم ده اسمه ايه؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تكذيب ولا كذابه، لغوا ولا تأسيمة، الا قيلا سلاما سلاما. ايه اصرار القرآن ان في كل آية في الجنة يقول لك ان مش هتسمع فيها لغو؟ لان الكلام الذي لا يفيد الله تبارك وتعالى لا يرضى عنه. اللسان هذا يا اخي ما جعل الا لذكر الله وقول الحق والتسبيح والتوبة الى الله سبحانه وتعالى، وعلى قراءة القرآن وعلى قول المعروف. وقولوا للناس حسنا، شوف الآية القرآنية، وقولوا للناس حسنا. اللسان ده سبب نجاتك. يعني الراجل صاحب الجنتين اللي في سورة الكهف لو دخل الجنينة بتاعته وقال كلمتين باللسان ده، اللسان اللي وداه في داهية، يعني الراجل عنده كل شيء، انما اول ما دخل ودخل جنته وظالم لنفسه ايه قال؟ بقيت الآية انتوا عارفينها، كلمة قال دي ودته في داهية ولا لا؟ كانت النتيجة وحيطة بثمره. في آخر الآية صاحبه بيقول له إيه؟ في آخر الآيات يعني بتاعت سورة الكهف، قال له ولولا إذ دخلت جنتك إيه؟ قلت. يبقى المسافة دارت بين قال وقلت. هو قال كلمة ودته في داهية وضيعت النعيم، وقلت إلى آخر الآية. الخلاصة إن الأربعة قلنا إن الكلام بينقسم إلى أربع أقسام: خير كله، شر كله، خير مخلوط بشر، لغو. ادي اربع انواع، التلاتة منهم مرفوضين، التلاتة منهم لا يسمح بهم في الشرع. هو نوع واحد بس اللي ربنا بيسمح لك به. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. هذا هو الدين وهذا هو اللسان، وتلك هي المسؤولية التي سنسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك إذا كنت تريد أن تكون من الفائزين اختر الكلمة التي اختارها لك رب العالمين. وما هي الكلمة التي اختارها لك رب العالمين؟ ومن أحسن قولا، ومن أحسن ما سمعتش، ومن أحسن، ومن أحسن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله أن يقبضنا على الإسلام، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يحشرنا على الإسلام، وأن يطهر ألسنتنا بذكره إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم على إمام أهل تعطير الألسن والكلمات سيدنا رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم. وهو الذي قال كفاك كذبا أن تقول ما تسمع. ومن بين حروف ما قاله صاحب الفضيلة فضل الشيخ خالد الجندي، أقف عند هذا المعنى: ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وفي الآية الكريمة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا ما اطمأنت القلوب هدأت الجوارح وأولها اللسان. وكلما كرر صاحب الفضيلة كلمة ما معنى الكلمة، أتدرون ما الكلمة؟ أتذكر ما قاله عبد الرحمن الشرقاوي حينما استنطق الإمام الحسين في عمله الرائع الحسين شهيدا: أتدري ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. بعض الكلمات قلاع يعتصم بها النبل البشري، الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. شكر الله لك صاحب الفضيلة. وننتقل إلى هذا الإنشاد وإلى هذا الابتهال وإلى هذا الفاصل من المديح الذي تطرب له القلوب مع المنشد الشيخ محمد علي جبين. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم عليك يا سيدي ويا نور عيني يا رسول الله. اللهم
صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا محمد طب القلوب ودواء الأبدان وشفائها ونور العيون نور العيون نور العيون سيدنا النبي يا عاشق النور غيث قد جاد يا عاشق النور غيث النور قد جاد والليل جم زهادا وعبادا الري في كأسهم دمع الحنين جرى والشوق في سعيهم أمثالهم زادا والهائمون والهائمون أذابوا في محبته يوما قاموا الليل ميعادا يا ليل يا ليل هذا الذي يرجونه عادا وهزة القرب تعرو منه أجسادا يا ليل هذا الذي أرجونه عادا وهزة القرب تعرو منه أجسادا وهاتف هائم في الحي قد نادى الله أكبر الله أكبر شهر الصوم قد عاد وهاتف هائم في الحي قد نادى الله أكبر الله أكبر شهر الصوم قد عاد سيدي يا
رسول الله، يا حبيب الله، يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الوجه المضيء، تحية يا سيدي صلى عليك الله، يا من تغار الشمس من أنواره ولحسنه بدر الدجى، حياه والزهر في أغصانه متلهف للقائه كي ينتشي بشذاه، صلى عليك الله في عليائه يا سيدي صلى عليك الله. سيدنا النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بها بين يديك يا عزيز يا خلاق. وتبقى كلمة تعلمتها من شيخنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، أن تضع أمامك هذه التساؤلات: هل كل ما يعرف يقال؟ وهل كل ما يقال حضر وقته؟ وإذا حضر وقته هل حضر أهله؟ نعم، هذه تساؤلات لابد وأن تضعها أمام عينيك، ولأن الوقت ينسحب من بين الأيدي المحبين سريعا، هكذا حال المحبين، وإن كان مقام المحبين يستوجب الإطالة. اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الحب والتحية والتقدير لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، شكر الله لكم سيدي، وصاحب الفضيلة الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بما يمتلكه من رصيد علمي كبير وتاريخ إعلامي باذخ، شكر الله لكم سيدي. وأتقدم أيضا بخالص الحب والتحية والتقدير لقارئنا في هذه الليلة فضيلة الدكتور عبد الفتاح الطروطي، ولمنشدنا الشيخ محمد علي جبين. دمتم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.